عثرت فرق التشكيل البحري في الجيش اليمني على ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وأكد مصدر عسكري أنه تم العثور على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي زرعتها الميليشيات قبل فرارها من المدينة. ولفت المصدر إلى أن فرق التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطلاعية مستمرة في سواحل وجزر البحر الأحمر لتأمينها.